زي ما قلنا وتعودنا ان اي بذور صغيره الطريقه دي بتضمن لي باذن الله ان البذور تبقى متوزعه بشكل ندي فرصه للبذور الصغيره دي والضعيفه انها تنمو. دي نموات الفجل بعد 5 ايام. طبعا في نموات صغيره وفي نموات متوسطه وفي نموات كبيره. 8 ايام النهارده بقى لنا 8 ايام من زراعه الفجل. ده اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد من فيديوهات تعليم زراعة الاسطح مع قناتكم اسرار زراعة الاسطح. النهاردة فاضل معانا من الخضروات اللي احنا بنزرعها بذور الفجل والفراولة. فهنبدأ مع بعض بسم الله في زراعة الفجل. زي ما قلنا وتعودنا ان اي بذور صغيرة قبل ما بدورها في التربة على سطح التربة عشان اتأكد من ان كثافتها هتكون متوزعة على سطح التربة مش هتبقى تقيلة ولا خفيفة. بذور زي دي هبدأ ان انا اخلطها بشوية رمل او تراب ناعمين بالشكل ده. بعد كده هخلطها كويس زي ما احنا شايفين كده، نخلطها مع الرمل كويس. بعد كده هنبدرها على سطح التربة زي ما نكون بنبدر البذور لوحدها. طبعا الطريقة دي بتضمن لي بإذن الله ان البذور تبقى متوزعة بشكل متساوي على سطح التربة وما يبقاش الانبات كثيف في مكان وخفيف في مكان. فدي طريقة الزراعة زي ما احنا شايفين كده، بنبدرها في كل مكان، بنحاول ما نخليش مكان الا لما نبدر فيه الخليط من التراب والبذور. بالشكل ده انا بدرت كل البذور بتاعتي على سطح التربة. هبدأ ان انا اغطي البذور دي بطبقة من التراب الناعم نفسه برضو اللي انا خلطتها معاه. مش هتبقى طبقة كبيرة علشان ندي فرصة للبذور الصغيرة دي والضعيفة انها تنمو وتطلع من بين التراب بتاع التربة. فعشان كده مش هغطيها بطبقة تقيلة، هغطيها بطبقة خفيفة جدا عشان اديها فرصة للنمو وما اكتمهاش في التربة وما يبقاش اختراق التربة والنمو مع النمو صعب عليها. بعد ما غطيت سطح التربة والبذور بطبقة خفيفة من التراب الناعم، هبدأ ان انا ارويها رية مشبعة، رية غمر، لكن في نفس الوقت هيبقى ضغط المية خفيف على التربة. فهرش بالشكل ده برشاش خفيف جدا، لكن هغمر التربة وهشبعها بالمية. اتأكد ان انا بروي كل مكان في التربة، كل مكان بيوصل له مية حتى الزوايا عشان البذور ما تحمص مني. لو ما وصلهاش مية فهتحمص مني ومش هتطلع. بعد ما غمرت التربة بتاعتي بالمية بالشكل ده، هبدأ ان انا انقل الوعاء ده لمكان مظلل لحد الانبات ان شاء الله، وهحطه في الصوبة بتاعتي. زي ما احنا شايفين بالشكل ده حطيته جنب الكرفس والشبت والجرجير اللي انا زرعهم قبل كده، وهستنى لحد الانبات باذن الله. احنا النهارده بنصور الفجل 5 يوم من زراعة البذور بتاعته. زي ما احنا شايفين النموات ما شاء الله طالعة ممتازة جدا. دي نموات الفجل بعد 5 ايام. طبعا في نموات صغيرة وفي نموات متوسطة وفي نموات كبيرة. الكلام ده كله بعد 5 ايام. طبعا لسه في بذور ما طلعتش ما انبتتش، فاحنا هنتابع. دي بذور لسه بتطلع من تحت الارض اهي زي ما احنا شايفين، فهنتابع نموات بذور الفجل مع بعض ان شاء الله. احنا النهاردة بنصور لحضراتكم الفجل في اليوم السابع من الزراعة. احنا بقالنا النهاردة 8 ايام 8 ايام
من زراعة الفجل. ده اليوم الثامن. ما شاء الله الانبات والنمو بقى افضل بكتير. طبعا احنا بنواظب على الري يوم ويوم. احنا النهاردة في الشتاء في شهر كده شهر 10 خلص، شهر اكتوبر خلص، فالمفروض ان احنا ما نسيبش التربة تنشف وبرضو ما نرويش ونغرق التربة بالري. هي عموما الخضروات بتحب المية كتير، لكن ما نرويش اكتر من اللازم علشان التربة ما تعفنش معانا وتعفن الجذور. فانا النهارده اوقف تصوير الفيديو ده في المرحله دي عشان حضراتكم تزرعوا معايا الفجل، وبعد كده هصور لحضراتكم مراحل النمو في فيديوهات قصيره باذن الله. كنتم مع فيديو تعليمي من فيديوهات تعليم زراعه الاسطح مع قناتكم اسرار زراعه الاسطح، واشوفكم على خير في فيديوهات تانية ان شاء الله.